هذا سائل يقول: هل أصحاب الكبائر وعقيدتهم الصحيحة يثبتهم الله عند سؤال منكر ونكير؟ هل أصحاب الكبائر وعقيدتهم الصحيحة يثبتهم الله عند سؤال منكر ونكير؟ نعم، كل مؤمن يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، يفعل الله ما يشاء. فالمؤمن يثبته الله في الدنيا والآخرة، وإن كان عنده كبائر لا تخرجه عن الإيمان. نعم.